حليب سائل. تنون مين تنون؟ اثنين كوب من الماء، اثنين باكيت من الخميرة، أربع أكواب طحين منخل، معلقتين كبار سكر، رشة ملح، معلقة كبيرة فانيلا وزيت للقلي. أما للقطر فنحن بحاجة لاثنين كوب من السكر، كوب من المي، نص كوب عسل ورشة قرفة. تمام، بس عم بعبي المي. شوفي حبيبتي هلا هي بتطلع هاي زيها زي، شفتي انت لجربت قليتي وحده، بتطلع هي زيها زي العوامه. أوكي. تشبه يعني عجينتها بتطلع زي عجينه العوامه. بنحط كل المقادير فوق بعض اللي هم طحين. اوكي بس خليني اخفف النار كثير صار شوب. تمام، بنحط الطحين والسكر. او بتعرفي شف ايمان شو طلع بيشبهوه؟ في شيء بعملوه بالخليج الجيمات. ايوه مي من لقم. اوكي من الجيمات من لقم. شوف سبحان الله. ما هي كل اصل اكلنا تركي او بس هي ايش اسمها باليوناني؟ لوكمادس. لوكمادس لوكمادس. بعدين بنحط الطحين والسكر والحليب. تمام، برافو عليكي والله يا آية. اها، وبعدين الخميره كلهم مع بعض، ما في داعي انه نحط شيء لحاله او شيء لحاله، عرفتي؟ الفانيلا. وهلا بدنا نحط المي، بدنا نحركها. انا بحركها بايدي وممكن نعملها بالخلاطه او الخلاطه. شوفي كيف تطلع آية بهاي الطريقه. هاي اللي مش مختمره، هاي اللي خلص زبطت. شوفي ما احلى جاهزه. ها شوفي ما احلى، هاي جاهزه للقلي. تمام، هلا بدي اقلي شوي قدامكم. حطينا كل مكونات العجين مع بعض، بنغطيها بنستنى عليها ساعة ساعتين لحد ثلاثة بصير ما في مشكلة، لحد ما تنفش وتسوي بلالين على الوجه. بنحرك هيك شوي بإيدنا، ما مش كتير، بدناش الجلوتين. لازم تكون هيك سائلة. لازم تكون هيك زي السائل. بعدين بنبلش نقليها. تمام، هلا شوفي حبيبتي كثير مهم انه لما بدي اقلي، اذا خايفين انه المعلقة تلزق بتقدر تقلب معالق. انا جايبة معي تبعت البوزة. اهم شيء لما بتكون خايفين تلزق بنغطسها بزيت، اوعكم تغطسوها بمي. في ناس بغطسوها بمي، لا مستحيل بطرطش. بطرطش وبيخرب الدنيا. وبنحاول نصغرها اكثر ما بنقدر لانها بتنفش. هلا بورجيكم آية عملت وحده كثير حلوه لبرجيكم. بجن. عملتها بالفاصل. هلا عندي القطر انا هون، معلش انا مش بغطي الاشياء بس عشان البرد. هذا هي القطر انا عملته 2 كوب سكر وكوب ماء، قطر ثقيل. بعدين بدي ازيد عليه عسل. عسل، مع العسل تطلع كثير دونتس بالعسل. دونتس بالعسل.